ما يحدث دلوقتي هو أننا نفقد الأرضية التي نخف عليها كل يوم. يعني احنا كل يوم بنخصم من المكان اللي احنا واقفين عنه بطريقة شكل وتحول الامر لان احنا دلوقتي قاعدين. انا صراحة يعني قاعد بقول كان الله في عون الناس اللي اتفرجوا علينا دلوقتي. ايه اللي هو ايه اللي احنا بنقوله ده بصراحة. امام حالة الالحاح على الناس في الشارع على لتر بنزين ولا سولار ولا انبوبة بوتاجاز ولا حرقة قلب ام مكلها ابن ولا حرقة قلب اب اتخازقت عين ابنه. القضية دلوقتي احنا لما بنقول عشان الناس برضو عشان الناس برضو تبقى مستوعبة. يا جماعة نحن لسنا ضد ان يرشح الاخوان او غيرهم خالص مرشح للرئاسة، ولكن كنا نأمل أن التيار الأكبر في الشارع قادر على أن يفي بالتزاماته، خاصة أنه من يرشح نفسه النهاردة هو هو اللي قال في رمضان اللي فات في وسط الإخوان أن من يرشح عبد المنعم أبو الفتوح قاسم مرتين، مرة لأنه خالف قرار الشورى، ومرة لأنه يهدد الأمن المصلحة العامة الوطنية. فإذا كان المهندس خيرت الشاطر هو من قال هذا والشهود عليه كسر، ده كان لقاء عام ومجمع، فإذا كان هو اللي بيقول الكلام ده النهاردة لما يرجع. وهو كان في نقطة مرتبطة بالعودة عايز أرجع فيها الكلام أستاذي وعمنا الأستاذ مختار نوح، وهي مسألة المشروع الإسلامي. أنا النهاردة لازم من وقت ما خرجنا من الميدان وسقط حسني مبارك لازم ننحي فكرة المشروع الإسلامي كمشروع إسلامي كدين مختلف عليه، ونتكلم على الممارسة، فيبقى من حق الوسط أن يمارس وله خلفية إسلامية، ومن حق الحرية والعدالة أن يمارس وله خلفية إسلامية، ومن حق النور أن يمارس وله خلفية إسلامية، عشان ما نظلمش معانا المشروع الإسلامي يا جماعة، لأن احنا كفاية قوي ظلمنا معانا بشدة. ومن حق الجميع أن يمارس وهو مسلمون بالضبط، أو مسيحيون حضرتك، أو بمعنى صح وهم مصريون مسلمون ومسيحيون، لكن لكل منهم مشروع سياسي الذي لا يحمله للدين، لأن الدين يحمل ولا يحمل عليه. أنا في ما يخص ليه احنا قلقانين من هذا الفعل من الجماعة، لسبب بسيط جدا، هو ان الفعل ده يعني باختصار شديد جدا ان الجماعة قررت ان تتخلى عما اوصى به حسن البنا في رسائله من البعد عن الحزبية البغيضة. احنا دلوقتي بنتحزب تماما، مش بس بنتحزب ونخصم من الرصيف العام الوطني والجماهير الخاص بينا في وقت الجمهور كان يأمل لما ميدان التحرير يقدر يسقط حكومة عصام شرف وبرلمان بعد اكتر من 100 يوم. النهاردة ما هوش قادر يسقط حكومة علشان خاطر هو بينه وبين المجلس حزبة تستدعي انهم يقعدوا يضغطوا على بعض، واحنا قاعدين نتفرج واحنا قاعدين مش لاقيين ناكل، تبقى دي مشكلة. المشكلة التانية هو ان التنظيم يسعى لوقد مشروع عبد المنعم أبو الفتوح، لابد. المستهدف الرئيسي بالمناسبة يا عمنا المهندس خيرت الشاطر مش نازل الانتخابات علشان خاطر يسقط ابو العز الحريري خالص، ولا نازل الانتخابات وهو قلقان من حازم ابو الفتوح. لا مش نازل عشان ربما يبقى هيخش على المستهدف اللاحق بتاعنا انه انا اكسب، لكن في حالة كسبت ابقى نقلت فكرة التنظيم المقفول من التنظيم المقفول للوطن، فيدار بنفس العقلية، فنلاقي قبل قرار الاخوان بالتراجع عن ما اعلنوه فيما يخص انتخابات الرئاسة، نلاقي المسؤول عن الضمير الدعوي في الجماعة الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد منزل لنا مقال على الموقع مفاجئ، يقول لنا من كان عبدا للحق فهو حر، وقاعد بيفند ان احنا ممكن نرجع. ولما سئل في احد البرامج على الهوى هو انت كده بتقدم لقرار التراجع في الجماعة عن عدم ترشح لرئاسة الجمهورية، قال لا اطلاقا ده هو الموضوع جه في هذا التوقيت. هو رئيس حزب الحرية والعدالة تقديم مرشح للرئاسة ليس تراجعا في موقف الجماعة،
يقول عليه ليس تراجع. المشكلة في التأصيل الشرعي، بقول لحضرتك احنا بنأصل لاننا نرجع في كلامنا. فلما مش معنيين بانها تتراجع او غيره، خلونا ننظر الى وقت لو سمحت لي. يعني انا بأخوذ من انه احنا ندير الامور حوالين الاخوان وحوالين مرشح. الاخوان زي اي جماعة زي اي حزب، وخيرة الشاطر زيه زي اي مرشح. واذا استقامت الامور في مصر سياسيا وانتخابيا بشكل صحيح، واعطيت الناس فرصة لتعبر عن نفسها بشكل حقيقي، النتائج هتختلف كما اختلفت في مجلس الشعب خلال الشهرين اللي فاتوا دول نفسهم، كما اختلفت منذ قيام الثورة وقبل ان يسقط مبارك بساعات ويجتمعوا مع عمر سليمان وبعد منها مع عمر سليمان، وكل التآمرات التي تمت منذ سقوط مبارك حتى الان. الناس هتكتشف ده يا عزيزي، الناس هتعرفه يوما ما لعله مش ليس بعيدا يعني، وهتعرف ان في جماعه هي سياسيه ليست في هذا الشان، هي سياسيه وليست دعويه ولا تتحدث باسم الدين، والدين براء من كل هذه التصرفات. اذا صحت او اخطات الدين براء منها، الدين لا يتحدث باسم احد، عشان بس ما نشيلش الدين الاسلامي مغبه ان يتحدث باسم اناس يتاجرهم ويتامرهم ويصيبهم ويخطئهم. بس احنا امام اوضاع يعني واضحه جدا، امام برلمان قام على الاغلبيه من حزبين الحريه والعداله والنور، التيار الاسلامي قوي جدا ما نقدرش ننكره. النهارده بنقول ان هم بيرشحوا مرشح عن الجماعة، حتى الجماعة اللي أعلنت مش الحزب، يعني حاجة غريبة إنه إن المرشد هو اللي بيعلن إنه في ترشيح لنائب المرشد لهذا المنصب. الشفافية يا دكتورة، نائب المرشد استقال من منصبه عشان نؤكد على الفصل بين الحزب والسلطات. أنا عايز أسأل حضرتك، مش مفروض المرشد كلنا طبعا بنبجله، بس السيد المهندس خيرت الشاطر مش بيقبل يده؟ لا لا لا، هو تأدبا تأدبا يعني، هو البعض يمارس الطقس ده، مش كل الناس، مش دي القضية. معنويا ان هو المرجعية العليا هو سعادة المرشد. نعم. فهيبقى سعادة المرشد بيختار الرئيس القادم، لما الرئيس القادم ده هيجي وينجح ان شاء الله هيبقى ولاؤه لسعادة المرشد ولا ولاؤه لمين؟ ما عشان كده كنا بنقول للاخوان ادوا نفسكم فرصة، ما دي بقى هيبقى عندنا امام شوية تبقوا في وسط الضمير الجمعي الوطني شوية، ما نستغلش البدن الكبير بتاعنا ده في التحرك للاستحواذ. ادوا نفسكم فرصة لتعيدوا اكتشاف الولاء هيبقى لمين؟ لا لو النهارده المهندس غير الشاطر هيبقى الولاء للجماعة ولا للوطن؟ لا للجماعة يعني، ده السؤال. الحاجة الثانية عايزين بقى ترشيح المرشد لخيرة الشاطر وليس ترشيح الحزب اللي بياخد أصوات نوابه، النواب دول نواب الحزب، فيكون المرشد يرشحه والنواب بتوع الحزب يدوله، فهذا معناه أن هذا مرشح المرشد لحكم مصر، فهو بالتالي درجة أقل من المرشد. فالمرشد كانت وفقا لتصريحاته السابقة قبل كده هو مستوى أعلى من مستوى رئاسة الجمهورية. إذن نحن في وضع مختلق يتصور خالقوه أو مختلقوه أنهم يمارسوا الخلافة بشكل عملي واقعي بصرف النظر عن دستور القانون. ماشي، يبقى في عندنا معايا أستاذ. أنا السؤال عندي هنا دلوقتي. أيوة. السؤال الولاءات، طيب النواب احنا انتخبناهم، اللي حضرتك منهم، انتخبناكوا كشعب وروحنا ونزلنا وقفنا في الطابور في الحر والمطر علشان خاطر ننتخبكم، اديناكوا الصوت ده عشان انتوا هتقرروا تدوا صوتكم ده، صوتكم السمين ده هتدوه لمرشح رئاسي مش محتاج ياخد بقى توكيلات من الشعب. النائب من صلاحيته انه يدي صوته من داخل الحزب لمرشح رئاسي، فهذا المرشح خلاص مش محتاج اصوات الشعب. يبقى احنا اتمناكم ان انتوا تاخدوا هذا الصوت. هل الولاء بقى بتاع النواب دول لمين؟ ما ده السؤال. النهارده بقى الجمعيه التاسيسيه دخلنا فيها نفس الموضوع، الولاءات في كتابه الدستور القادم هيبقى لمين بناء على اختيارات الاغلبيه؟ الاستاذ مختار نوح عندك راي انه الجمعيه من اصلها باطله. طبعا احنا تعرضت للماده 27 الان اللي احنا كاتبين في عدم دستوريتها ايضا. ايوه حضرتك تعرضت ان احنا حكايه ال 30 نائب وال 50 نائب والكلام ده اللي هم يوقعوا
لا ده بالعكس، ده هو بيدي احيانا لمرشح انه ياخد توقيع نائب واحد، وهذا التوقيع يحرم منه المستقل، وده واجب من وجوه الطعن بعدم الدستوريه اللي المفروض انسق بقى مع سياده النائب على الطعن بتاعهم، لان احنا هنقدمه باسم الاستاذ ايمن نور، دكتور ايمن نور، بعد ما يقدم طلبات الترشيح، وبنحاول نضم له عدد من المرشحين ايضا. طعن بعدم الدستوريه في الماده 27 والماده 28. منها بقى الماده اللي احنا بنتكلم فيها، الماده 60 اللي هي الجمعيه التاسيسيه. انا عندي خمس وجوه هعرضهم باختصار، ارجو ان الدكتور الكتبني يكون سامعني ويراجع هذا الكلام ورايا في القوانين، فاذا تبين له ان الكلام ده صحيح نرجو انه يحل كل الاجراءات اللي عملها دي، لان كلها باطله. يحل كل الاجراءات؟ لا، لان ملهاش سند بالقانون. طب ايه، مش هنتحرك يعني؟ لا لا لا، مش هنتحرك. قال لك ان هو بيدور على سند دستوري. لا لا، انا معلش، انا بقول اللي عليا، بقول اللي عليا، الواجب اللي عليا، وبعدين بعد كده نسيب بقى كل واحد يتصرف. احنا لومنا على الدكتور فتحي السلوك في يوم من الايام هذه المشروعات بالقوانين اللي كانت بتقدم، ومصابه بعيب الانحراف التشريعي. انا بقول ان العيب ده عيب دستوري كبير جدا، وان منذ ان بدا البرلمان حتى الان والمساله ماشيه بطريقه غير علميه. والان دعي الى تشكيل لجنه برلمانيه او لجنه لاعداد الدستور، هذه اللجنه ب 50 و50 ما اعرفش القرارات دي ايه مصدرها التشريعي. المجلس بيقررها، مع ان المجلس دوره انه جمعيه انتخاب. في حاجه اسمها جمعيه الانتخاب، ان انا اقول الجمعيه العموميه للمحامين جمعيه انتخاب. مواصفات المرشح 1 2 3 4، يبقى دول اسمهم مرشحين ودول اسمهم جمعيه انتخاب. الماده 60 قالت ان مجلس الشعب والشورى بطرح المعينين منه جمعيه انتخاب، مش جمعيه ترشيح. اللي قال كده الاعلان الدستوري اللي كنا بنتزق زق عشان نقول نعم. وكتير جدا من الاخوه اللي كانوا، من الاخوه بالذات المتدينين اللي كانوا بيقولوا عليا انت بتقول كلام، ازاي تقول لا الاعلان الدستوري، ازاي تقول لا للتسع مواد، جم النهارده بيقولوا احنا فعلا هذه المواد غريبه. ايوه الان الاعلان الدستوري اللي كنتوا بتقولوا عليه نعم في الماده 60 وفرحانين بيها، بتقول ان مجلس الشعب والشورى فقط يدلي اصواته لينتخب. ترشيح ده موضوع تاني. يبقى انت الجمعيه العموميه بتاعت الناخبين، وانا المرشح من خارجك، لازم اكون من خارجك، لان جمعيه الناخبين غير جمعيه المرشحين، غير مجموعه المرشحين. انا لابد ان ينطبق فيها مواصفات، وبالتالي يصبح عندي سبب تاني من اسباب البطلان، ان مصدر القرار لانعقاد مجلس الشعب والشورى هو صاحب الحق في ان يصدر القرار بحل هذه الجمعيه، لان مصدر القرار صاحب الحق في حله. وبالتالي هنا قال يجتمع الاعضاء غير معينين او مجلس الشعب والشورى بدعوه من المجلس الاعلى للقوات المسلحه، يبقى صاحب الدعوه هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وصاحب الوضع، صاحب الحق في وضع المعايير، صاحب الحق في الدعوه، وصاحب الحق في الحل هو صاحب الحق في وضع المعايير، وصاحب الحق في دعوة المجلسين كجمعية ناخبين. إذا البرلمان دوره إيه؟ هل المجلس تنازل عن اختصاصاته بمزاجه إلى المجلس؟ مجلس الشعب والشورى؟ يبقى كل الكلام اللي هيتقال، حتى الاقتراح اللي قدمه مع حبي واحترامي لحزب الوسط وحبي واحترامي لجمعية المجموعة المدنيين الجمال اللي قالوا اقتراح استبدال 15 ب 15 و10 ب 10 ومع فرحتي. لا احنا قلنا، لا ده كان اقتراح للمهندس العيل، اعاده تشكيل الجمعيات. اعاده تشكيل النقاشات اللي باشمهندس العيل كان ينقذ ما يمكن انقاذه. بس احنا فرحانين طبعا ان الدكتور محسوب يدخل، دي مساله تفرح. ليه؟ لان انا ما عنديش ثلاثة أربعة. ثانيا بقى من اسباب البطلان ان النائب، تكوين النائب او تفويض النائب يختلف عن تفويض معد الجمعيه التاسيسيه. تفويض النائب يشترط فيه عدم الاميه، يعرف يقرا ويكتب، ولذلك في الامتحان اللي بيجريه مجلس الشعب يقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم عشان اسهل حاجه بتتكتب، واحيانا يكتبها غلط فيقول له لا معلش اجل اسبوع، لا اجل اسبوع، روح وتعالى تاني. طبعا احنا شفنا الكلام ده كله بعينينا. المواصفات الخاصه بالنائب لا تشترط قدر من العلم اكثر من الالمام بالكتابه وبالقراءه، ده القانون يقول كده. انما لو انا جبت 50%، ما هو 50%، ما هو الدكتور اتشال على فكره، دكتور برلمان يعني ناجح، ناجح لا ناجح هو الاول في الترتيب، واستبعدوه لكي يضع، اعتقد كده مش كده؟ أيوة. زي ما سمعت واستبعدوه، زميل فاضل يعني، وضعوا غيره زميل فاضل، عماله فلاحين، نسبه العمال فلاحين في الترشيح بالظبط. وحضرتك كنت ناجح
ناجح على الاول كان الاول بس كان ممكن يتشال واحد ثاني برضه عشان نسبه الفلاحين والعمال تيجي يعني ده موضوع بقى عدم دستوريه لك احد معايده مستنيره. اللي انا عايز اقوله ان دي مواصفات تطلبوها في النائب الذي يعبر عن يعني متمسكين قوي بالقانون في الحتت اللي مش عارف ايه ومغمضين عينيكم عن القانون. بس انا مش قصدي دي بلد غريبه يعني والله عايز اوضح ان انا مش قصدي دي. قصدي اقول ان بمواصفات معينه في البرلمان فضل ان يكون النائب من العمال والفلاحين. حتى ان انا استبعدت عميد كليه علشان احط عمال هو ده له احترامه وده له احترامه بس ده معيار قصدي اقول لك معيار ترشيح واخد بال حضرتك يعني عشان ابسط للاخوه المشاهدين معلش انا مش دي على النسبه مش دي اللي بناقشها ان المعيار في اختيار النائب له افضليات. المعيار في اختيار نائب الجمعيه التاسيسيه ده معيار تاني خالص فما ينفعش ده يبقى ده انا بختار هنا اللي بيجيد القراءه والكتابه هنا ما اقدرش احط 100 عضو من اللي بيجيد القراءه والكتابه ما ينفعش ده موضوع تاني. لذلك حضرتك البطلان اول حاجه ان الذي يصدر القرار ويعد الترتيبات ويحدد النسب هو مصدر القرار هو المجلس العسكري وفقا للبرلمان للدستور يعني الدستور اللي انا شخصيا برفضه واتقرب الى الله برفضه ده ضد الاسلام وضد العقل وضد المنطق لكن دعونا هم يعني تم توجيه دعوه الموافقه عليه والموافقه على المواد التسعه الغاشمه الباطله انما ما دام تم الاستفتاء عليه اضرب تعظيم سلام والاعلان الدستوري ما دام مشينا عليه اضرب تعظيم سلام غصب عني لأن راجل في دولة منظمة. هذه الدولة المنظمة احتكمت للمادة 60 التي تجعل معد القرار ومصدره هو المجلس الأعلى وأيضا يحل هذه الجمعية المجلس الأعلى. البرلمان ليس له دور نمرة واحد. نمرة اثنين الجمعية جمعية البرلمان ومجلس الشورى جمعية ناخبين وليس جمعية مرشحين. جمعية ناخبين بمعنى أن يعد برامج لترشيحنا احنا نرشح نفسنا انا انافس الدكتور وانافس حتى ما نافسش واحد من جمعية الناخبين ما ينفعش لازم هو يخرج من جمعية الناخبين ويدخل في جمعية المرشحين. دي ليها قواعد وتنظيمات ونسب مين اللي يحطها معد القرار ومصدره وايضا الذي يمكنه حل المسألة. المسألة الاخرى قلنا ان المواصفات المسألة الثالثة الاصطدام بحكم دستوري بتاع الدكتور عوض المر الصادر سنة 1917 ديسمبر 1994 بيقول ايه بقى الحكم ده بيقول ان الوثيقة الدستورية تخلق سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة وتقرر مسؤوليتها والقواعد التي تحكمها وبالتالي لا يجوز لسلطة هي من خلق الدستور أن تخلق هي الدستور. يعني قايلها هو أحكام دستورية ما اتلغتش. دكتور عوض المر قايلها من سنة 94 قال الدستور هو اللي بيحدد المؤسسات اللي هي رهلنا تاني اللي هي مجلس الشعب إن الوثيقة الدستورية تخلق سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة وتقرر مسؤوليتها والقواعد التي تحكمها وبالتالي لا يجوز للسلطة هي من خلق الدستور أن تخلق هي الدستور. يعني ما هو يعني ده كان قلبه ده, ده حكم قضاء ده حكم دستوري. أنا دلوقتي يا أخوانا المجلس دي مش معايا وما بتقولش ان الدكتور الكتاتني يبقى رئيس وما بتقولش الدكتور الكتاتني يبقى عضو ما بتقولش ان حتى النائب ابو العز الحريري سياده النائب يبقى عضو بتقول يبقى ناخب وبتقول ان الترشيح حق متاح للجميع ودي جمعيه ناخبين وبتقول ان اللي يضع القواعد المجلس العسكري واللي يصدر القرار بالعقد هو المجلس العسكري ومن يصدر قرار بعقد الجمعيه يصدر قرار بالحل. وبعدين عندي احكام دستوريه بتقول ان لا يجوز احكام ما اتلغتش اللي اتلغى دستور 71 ماليش دعوه بيه. الاحكام الدستوريه بتتكلم بتقول لا يجوز للمخلوق ان يخلق الخالق ما يجوزش ان البرلمان يعمل تشعوذة غير دستوري. وبعدين في النهايه ازاي اخل بترتيب القوانين دي اوليات اولى كليه حقوق بيدرسوا تعالى يا ابني علشان اديك اول حاجه فهو تعرف ان الدستور ابو القوانين بعد كده القانون التشريعي البرلمان بعد كده اللوائح بعد كده القرارات الاداريه والوزاريه بعلمه الترتيب الهرمي او ما انا اجيب الادنى يصنع للاعلى ازاي ده اخلال. دول خمس وجوه كتبت عنهم بحث موجز وطبعا انا بضع هذا البحث في ذمه الطعن ادينا بقى نسخه منه مع حضرتك هذا موجود عندنا موجود عندكم عايزة. وانا بضع موجود على الشاشه انا عايزه نسخه منه معايا بضع تحت امر كمان الذين يقيمون دعاوى وبقول ان احنا اخوان ممكن ننزله على النت طبعا يا فندم هو بس هينشر في جريده المصور يعني طيب عايزين ننزله على البحث كاملا ننزله لمشاهدينا الغاليين على الصفحات بتاعتنا وعلى ناس بوك دوت تي في وعلى صفحه هاله سرحان.